يا ملوك في ايه؟ ما مش عارفة انام يا مامي. تعالي جنبي هنا يا حبيبتي. ايه؟ بابي وحشني قوي. معلش يا حبيبتي معلش. كلميه وقولي له يجي اوام عشان انا مش متعودة ابعد عنه بالشكل ده. حاضر هكلمه. فايق فايق قومي يا حبيبي، عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم. سيبيني انا تعبان وعايز انام. فايق انا حامل. ايه؟ زي ما بقول لك كده، من كام يوم كده حسيت ان انا مش مظبوطه، قلت اجيب تحليل واحلل، وفعلا اللي توقعته وحصل. ده انت قصدها بقى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي حاجه بتاعت ربنا. الطفل ده لازم ينزل. ايوه بس ما بسش. انت كده بتخلي باتفاقنا. طب بس استنى نقعد نتكلم، هعمل لك اللي انت عاوزه. بس استنى يا فايا نتفاهم بس، حرام عليك ما تسيبنيش كده. قلت لك الطفل ده لازم ينزل، يعني لازم ينزل، ومش هتشوفي وش تاني الا لما ينزل. طب بس استنى هقول لك. ازيك يا تونة؟ وحشتيني. وانت كمان وحشتني قوي. وحشتيني قوي. الحمد لله على السلامة. ايه الغيبة دي يا حبيبي؟ تعال تعال. اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ الشغل هناك واخد كل وقتي. بس تعرفي بقى، من هنا ورايح مش هفرقك لحظة واحدة. بجد يا شريف؟ ايوه يا حبيبتي، انا خلاص رجعت من فرنسا وهعيش معاكي واخد بالي منك. وربنا قدرني يا تونة بقى، ردلك جمالك اللي عملتيها معايا. ما تقولش كده، ده انت اخويا وكل حاجه ليا في الدنيا. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي وما يحرمنيش منك ابدا. قولي لي صحيح بقى، اخبار فايق غالب ايه؟ ايه؟ فايق غالب كويس كويس كويس. انت بتشوفيه؟ لا ابدا، كل فين وفين بقى، بس الدنيا تلاهي بقى زي ما انت عارف. ياه، الراجل ده انا بحبه قوي، ده كان وش السعد عليا. فعلا. ايه يا تونة مالك؟ لا ابدا، عندي مغص شويه. طيب هقوم اعمل لك حاجه تاكلها. هقوم.